كابتن أسامة. الشوط الثاني طبعا مختلف تماما عن الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كانت بدايه قويه في الاستحواذ، في السيطره، في الضغط، في الروح. ربنا كرم بهدف في اول 9 دقائق، بعد كده مروان محسن وكان شكلك افضل. الشوط الثاني البدايه ما كانش زي الشوط الاولاني، ما كانش فيه الضغط بتاع نص الملعب، ما كانش عندك الاستحواذ والسيطره وتدوير الكوره اللي دايما بتديك الافضليه. برغم انك انت يعني الشوط الثاني كان وحش، لكن قدرت برضو انت وحش تخلق الفرص، والفرص كتير كان ممكن المباراه زي ما كنا بنقول في بدايه الاستوديو ان ممكن النتيجه تطلع 4 و5 و6 و7. وفعلا يعني ظهرت فرص لمروان محسن، لميدو جابر، لهشام محمد، وليد سليمان، ظهرت فرص كتير الشوط الثاني. كنت اتمنى زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان احنا يعني نجيب هدف والثاني، علشان تروح اثيوبيا هناك ما تعرفش الاجواء هناك، ملعب، درجة حرارة، رطوبة، الكلام ده تتغلب على الكلام ده من بدري. وكمان لكن يا أسامة ما تبذلش جهد كبير في ظل انت بتلعب مباريات يعني كل 3 ايام تلعب وانت مرتاح اكتر. بالظبط، عندك اريحية. بالظبط، بس احنا قلت لك برضو يعني 2-0 احسن ما يدخل فيك اهداف. اكيد يعني 2-0 برضو ان شاء الله تقدر تقيلة. هناك تقدر تكسب الفرقة دي هناك بنتيجة يعني برضو هناك، خاصة ان عندهم مشاكل كتير في خط الظهر زي ما قلنا في المساك ادامه رقم 22 والياس اطوارة رقم 14. لكن النهارده عايزين نشيد برضو بنزول وليد سليمان في الدقيقه 80. النهارده نزل وانت مش قادر تمسك نص الملعب ومالكش خطوره، لا نزل وليد سليمان قدر يعمل خطوره في العشر دقايق اللي كان موجود فيهم. كنت اتمنى هشام محمد وميدو جابر يعني يكونوا افضل شويه في الشوط الثاني، انها تغييرات كانت يعني كنت اتمنى انها تضيف، لكن يعني كان فرقه جيما كانت مسيطره اكتر على نص الملعب. لكن يا كابتن ميدو لو احنا عايزين نحلل يعني اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني، خاصه التراجع دوت، هيبقى عندك عاملين. اول حاجه ضغط المباريات، انت بقى لك فتره كل 3 ايام تلعب مباراه، كل 3 ايام تلعب مباراه. الحاجه الثانيه اللي انا هفضل اتكلم عليها في كل استوديو هنا، ضعف اللياقه البدنيه في الشوط الثاني، ودي تيجي من الاندمان، الاندمان المخطط الاحمال البدني اللي حاط الاحمال من بدايه الموسم. كان عندك فتره 2 شهر تقدر تحط احمال يا كابتن شريف كويسه جدا. كل الاصابات اللي بتظهر عندك دلوقتي اصابات عضليه، هي سببها انك انت ما حطيتش احمال مظبوطه من بدايه الموسم، خاصه انت بتلعب في النص الاولاني من الموسم. يعني الاصابات العضليه دي دايما لما بتظهر بتظهر في النص الثاني او في اخر الموسم، لا ده انت في بدايه الموسم عندك الاصابات. يبقى اذا الاحمال بتاعتك اللي اتحطت من الاندمان في بدايه الموسم غلط. ضعف اللياقه البدنيه في الشوط الثاني والتعب اللي بيظهر في الشوط الثاني ده برضو انت ما حطيتش احمال مظبوط. لكن احنا عايزين برضو نشكر اللعيبه، في خطوات ايجابيه بالرغم ان كان في فتره كان فيها هزايم، وخرجنا من فتره صعبه امام مباراه الترجي، بعد كده الخروج من البطوله العربيه، لكن اللعيبه رجعت برضو شخصيه النادي الاهلي ترجع في اوقات كتيره من المباريات. دلوقتي بتكسب حتى لو انت في مباراة ممكن ما بتأديش فيها بالشكل المطلوب منك نتيجة اسامة، مش عايزين ننسى اسامة كمل الاصابات، مكمل اصابات وكمل غيابات، الحالة المعنوية للعيبة. النهارده كمان برضو ان شاء الله عودة وليد ازارو هيضيف لك في الناحية الهجومية، عودة احمد فتحي برضو ان شاء الله، علي معلول لسه مش عارفين حالته، لكن ان شاء الله كل واحد بيدخل من الناس المصابة بيعمل لك اضافة. النهارده لازم برضو نشيد بكريم نيدفيد، يعني كريم نيدفيد ما شاء الله يعني بواصل التألق بتاعه، الرجولة والأداء القتالي والروح القتالية في الملعب. زي ما بقول لك كريم نيدفيد من لعيبة تحطه باك رايت شغال، نص ملعب شغال، فلازم النهارده نشيد بكريم نيدفيد. ولازم نشيد برضه محمد هاني، النهارده محمد هاني بيطلب في مكان غير مكانه، بيجيد، وكمان الوقفة برغم إنه ما لعبش في حتة المساك دي بقاله فترة، لكن الوقفة مظبوطة والوقفة صح.